بالنسبة للدعوة لاستعمال الدارجة، هذا مشروع استعماري قديم مع الأسف، وكل الدول التي تقدمت إلا ويعني اعتمدت على لغتها يعني الوطنية. وهناك تقارير أممية تشير إلى أن 19 دولة الأكثر تقدما في العالم كلها تعتمد على لغتها الوطنية، واللغة العربية لغة موحدة يعني للبلد، وهي لغة يعني عالمية بالمناسبة. فينبغي الآن الاعتناء باللغة، ليس العربية ليس الدعوة إلى يعني التدريس باللهجات، لأن الناس تفرق المجتمع وتشتت النسيج المجتمعي. وكل المعطيات والدراسات تشير إلى أن تقدم أمم لا بد أن تعتمد على لغتها الوطنية، ولنا عبرة في اللغة الكورية واللغة يعني الصينية واللغة اليابانية وغيرها من من من, من لغات العالم. بالنسبة للمجانية، فلا يمكن ظروف الآن يعني الفئات عريضة من المجتمع المغربي لا تسمح الآن بإلغاء يعني المجانية. وكل النظم التعليمية الآن ناجحة إلا وتعتمد على تمويل الدولة على التعليم. الدارجة أعتقد أن رؤية استراتيجية نفسها يعني لا تتحدث عن إدراج الدارجة، بل تتحدث عن إدراج بعض المكتسبات اللغوية للطفل، وخاصة في التعليم الأولي. أما باقي الأسلاك التعليمية فالرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار أيضا يتحدثان عن اعتماد اللغة العربية الفصحى كلغة مدرسة وكلغة تدريس حصرية. فيما يتعلق بإدراج يعني المكتسبات اللغوية في التعليم الأولي، ينبغي أن توفر الشروط العلمية والمؤسساتية التي تتيح ذلك، لأن مسألة نقل المكتسبات اللغوية من المحيط مباشرة إلى المناهج وإلى الكتب المدرسية ليس مسألة اعتباطية ومزاجية، بل ينبغي أن تخضع لضوابط علمية ومعرفية وبيداغوجية وديداكتيكية. ليست هناك إرادة سياسية حقيقية حول الحفاظ على مجانية التعليم والاتجاه نحو مجانية هذا التعليم لتحقيق الهدف الأساسي. إذن في غياب هذه الإرادة السياسية الحقيقية، نجد هناك نوع من المزاجية في سني واتخاذ مبادرات ذات طابع مزاجي من قبيل ما تحدثت أو كان مضمون هذه الندوة، وهو وجود بعض المصطلحات التي تدخل في سياق العامية أو الدارجة وتضمين مقررات دراسية لهذه المصطلحات، وهذا أثار رد فعل المجتمع المغربي واعتبره بأن الأمر يمس في الجوهر اللغة الرسمية للبلاد التي ينص عليها الدستور في هذا الجانب، علما بأن اللغة العربية هي سادس لغة مرتبة في الأمم المتحدة من حيث اللغات التي تتداول بها الأمم المتحدة. إذن فكيف يمكن لنا أن نضرب لغة عالمية من هذا النوع في مقرراتنا الدراسية بإدراج مصطلحات دارجة؟ اليوم المجتمع المغربي والدولة كذلك يجب أن تتخذ قرارات سياسية لتنسجم مع مقتضيات الدستور، وأن اللغتان الرسميتان للمغرب هي اللغة العربية واللغة الأمازيغية.